دابا ذاب لينا الشوكولا، غادي نضيفه لهاد الفيوتين. غادي نضيفه البخاليني، عرفتي كيجي واحد المذاق زوين. هاد الطبقة مقرمشة كتجي زوينة. تقدروا تضيفوا ليها اللوز، تقدروا تضيفوا ليها اللوز مهامش والقرقاع مهامش، كيبقى داكشي اختياري، كل واحد واللي متوفر عنده في الدار، والاضافات كيبقاو اختياريين، واللي متوفر عند اي واحد داكشي كيبقى اختياري، الحشوة كتبقى اختيارية. عرفتي زبانة مع الوقت، وغيب بوحدي ويد وحدة، وكنوجد في العيد ميلاد. صراحة صعيبة تكوني بوحدك، نعم ما سهلاش. ايوا الله يوفقنا والله يعاوننا الله ييسر. دابا ذوبنا الشوكولا ديالنا، غادي نضيفو ليه هاد لاكخيم شوية بشوية ونخلطو مزيان. نمزجوها مع الخليط، عاد نضيفو لاكخيم متبقية. هاد الكناش كيجي بنين، خصوصا الا دوتو بهاد الشوكولا، صراحة كيجي زوين وساهل دغيا كيوجد. غادي نضيفو دابا الكريمة المتبقية لينا، صافي، وغادي نخلطو مزيان. وها هو واجد، خايبه لكم بحال هكا صح، ما تخافوش غير خلطو مزيان وان شاء الله غادي يكون غزال. باقي ما زينتش الصابلي، وباقي ليا كنصاوب هذاك بوبسي كيك، مازال ما كملتوش يعني، عرفتي راه كان جميل جميل جميل. شو خبر لكم بحال هكا، ما تخلعوش غير حبكم مزيان، كاع الى قساح لكم كاع. الله يحفظ الله يحفظ. الى قساح لكم الحل هو ديروه فو بان ماغي، وغادي يرجع لكم جاهري. انا غادي نخدمو مزيان، المهم كتيفاتكم اليوم غادي يطيحوا لكم، غاصبروا كتيفاتكم خاصهم يولفوا الخدمه شويه. ملي كتولفي بحال هكا ما بقاش كيضوق كتيفاتك ويديك. صافي ها هو الكناج ديالنا واجد، شوف الشكل ديالو كي كيجي، باش نجمعنا هاد الجوانب. ها هو واجد، شوفو كي كيجي، كيجي غزال، عرفتي بنين بنين بنين. انا عزيز عليا الشوكولا. دابا من بعد ما جهزنا كلشي وكلشي واجد عندنا هنا، درت واحد عاوتاني واحد الموليكيل القطر ديالو 10 وتل 11 سنتيم، وهذا هو الموليكيل ديالنا، كيجي زوين. سمحوا لي مبقيتش نوريكم كيفاش قطعتو كيفاش داير، مبقاش عندي الوقت. وهذا الكناش اللي درنا ها هو كما قلت لكم كيكون قاصح، غادي نجيبو فوق شويه فوق حمام مامي واحد شويه صافي، وغادي يرجع ليا، غادي نخليه حتى نبغيه ونديرو. نوريكم دابا كاع هادشي اللي صاوبنا، صافي انا غادي نحيدو هنا. وهذا الطبقه المقرمشه، وهذه لاكريم ديال الزبده كتجي زوينه. كنت غادي نضيف ليها البخاليني، هو هذاك المكون اللي كنت بدنو لكم، ولكن للاسف ما مبقاش عندي الوقت باش نمشي تنجيبو، ما متوفرش عندي. صافي انا غادي نكتفي بها بحال هكا. المكون اللي غادي مره اخرى غادي نعاودها ان شاء الله، وغادي ندير ليها داك البخاليني، كيجي رائع عرفتي، كيجي بنين بنين، حتى هكا كتجي غزاله، غير خاصكم تخدموها مزيان. وهذا الكراميل ديالنا اللي صاوبنا من بعد ما برد، وهنا درت السيرو، درت جوج كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر، انا نكهتو بالحامض، نتوما كيبقى لكم اختيار نكهو باش ما بغيتو. وغادي نحتاج واحد حبيبات ديال الشوكولا، غادي نديرهم اختياري، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. خدينا المول فاش طيبنا المولي كيك، خدينا المول درنا ليه هذا بابي سلوفان، حطينا الطبقه الاولى بسم الله على بركه الله. دابا غادي نسقيوها، هو تتسقيوه ما تخافوش منه، هو تيتسقى كيجي زوين، وهو هكا زوين. انا كيعجبني المولي كيك،
كناكلوها هكاك بالخطط الشقليه، وكنجيبها وكناكلها كتعجبني، كيجي بنين بنين في واحد المذاق مزيان صافي. من بعد ما سقيناه غادي نشدو لا كريم ديالها في بوش، غادي نجيبوها في الشنب. بسم الله. غادي ندفع هاد لاكخيم هنايا، بغيتها انا هنا في الجناب. بغيتها نقول لكم قبل ما ننسى، هاد الطبقة اللي هي هنا هي اللي غادي تكون الوجه، هي اللي غادي تكون في الوجه. دابا غادي ناخد، نتوما اللي عندكم بحال هادي ديروا فيها الكراميل ديالكم باش تسهلوا عليكم شويه الخدمه، كيجي داكشي متقون صافي. غادي نهز واحد شويه وغادي نجيبو هنا. كيبقى داكشي اختياري، كل واحد شنو كيبغي يدير. غادي نديرو الطبقة المقمشة. بسم الله. غادي نعاودو دابا واحد طبقة ديال الكريمة. كي كتكون متماسكة وكتكون رطبة غادي نطلقها دابا. غادي نجيب الطبقة الأخرى فوقها. قبل غادي نضيف شوية ديال حبيبات ديال الشوكولا، تقدروا ديروا معروخة، تقدروا ديروا إقبال، تقدروا ديروا شوية ديال اللوز مهامش هو القرقاع صافي. دابا غادي ندير الطبخة وغادي نضغط عليها واحد شوية، غادي نسقيوها بالسيرو. شي بحال هادو عمليين زوينين كيساعدو دغيا. عاوتاني غادي نجيبو الطبقة ديال الكريمة. غادي نديرو شوية عاوتاني ديال الكراميل. غادي نديرو الطبقة المقمشة هكا كنبقاو غادي كنلعبو بهاد المكونات اللي عندنا، شويه هكا وشويه هكا.
ثاني غادي نديرو الطبقه الاخرى. هاد الطبقه الاخيره غادي نسقيوها هنا عاد نحطوها. سقيوها مزيان ما تخافوش منها، بالعكس هي باش ما تسقات كتجي زوين. واش حسقيتها ها كتجي زوينه هاد التسقات. صافي دابا غادي نحطها وغادي نضغط واحد شويه باش يتجمعوا ليا كاع هذوك الطبقات. وعاود تسقيت شويه من ظهرها. ودابا غادي ندير شويه ديال الكراميل وشويه الكريمه، كتعجبني حتى الاخر ملي تبغي تاكلي الطبقه الاخيره تلقي فيها واحد شويه ديال الكراميل. كتجي بنينه وانتم كتفننوا في الكاطو ديالكم كيما بغيتوا، اهم انه فيه مكونات بنينه وكله ان شاء الله غادي يجيكم زوين. صافي دابا غادي ندير الكريمه. صافي دابا ملي درنا الطبقه غادي نجيبو نوضع عليها البابي سيلوفان وغادي ندخلوها للمجمد واحد على الاقل واحد الساعه باش تشد راسها مزيان. باش نجيبو ليها الكناش تكون شاده راسها والزبده تشدات راسها. صافي باش نجيبو الطبقه الاخرى ديالنا ها هي واجده. نفس الخطوات اللي درناها في المول ديالها دابا غادي نعاودو نسقيو بحال ديك الطريقه نفسها باش ما يطولش عليكم الفيديو. انا غادي نصاوبها من بعد ما جمد لينا الكيك ديالنا غادي نقلبوه. هذا هو الوجه ديالو، داك اللي درنا لتحت هو الوجه. غادي نحيدو ليه بابي سيلوفان وغادي ناخذ واحد الاطار بحال هذا غير فاش غادي نجيبوه غير نزوقو به ماشي غادي نهزو به. هادو بحال هما بقاق ما تجيبوهمش في الكيك ديزاين غادي يطيح لكم ما تعولوش عليهم. المهم غادي نجلي شويه هنايا ديال الكناش باش نحطو فيه الكيك. غادي ناخذو هاد الكناش ديالنا كما قلت لكم هذا تشوف حمام مريم حتى طلق ليا راه عادي. غادي دابا نبقاو ناخذو الكناش ونحطوه ونغلفو الطبقه الاولى ونخليوها حتى يجمد ونغلفو الطبقه الثانيه. بقاو هكا غاديين حتى نغلفوه كامل غير بالعقل وبشويه. باش تبداو تعمروا الجوانب اللي بان لك الفراغات غتعمروهم. وفي الجوانب نسيت ما قلت لكمش غادي تبداو ديروا من التحت للفوق هكا باش تعمروا كاع هذوك البلايص اللي غادي يكونوا خاوين. صافي انا درت ليها دابا الكناش كلها دورتها غادي نخليها تنشف وغادي نعاود مره اخرى. الا عاوتاني قصح لينا غادي نعاودو. دابا البف دغيا كيقصح دابا غادي نجيبو في حمام مريم عاوتاني ونغلف به ونجبد الطبقه الاخرى ونغلفها بنفس الطريقه تخليوه حتى ينشف وتعاودو عاوتاني. وحاولوا انا عندي غير هادو استخدمتها ما خدمتش هاد الجنب، خدمت هاد الجنب وخليته واقف بحال هكا وهي زاقيه وانا كندور حتى حيد دوك الزوائد وباش يكون عندنا واحد الملمس يكون السطح يكون مزيان والحواف يكونوا حادين ومصاوبين. المهم انا غادي نعاود عاوتاني الكناش الثاني ثالث مره ثانيه وعاد غادي نصاوبها مزيان. المهم انا غادي نخليها تنشف ونخلي الاخرى تنشف ونتلاقاو ان شاء الله فاش نبغيو نديرو ليها عجينه السكر ونبغيو نزينوها. باي باي. يلاه باي باي. قلت لكم بنتي باي باي عليكم. سلامات وحشكم. ودابا غادي نصاوبو بابيون وغادي نصاوبو لودينات باللون الاسود باش نزوقو بهم لو بوبسي كيك
ولي كاب كيك. انا خديت العجين ولونته باللون الوردي غامق شويه وقطعته على هذا الشكل، قطعته اشرطه طويله وتاخذوا القياس اللي بغيتو في الطول. انا غادي نديرهم شويه صغار بحال هكا، صافي. وغادي ناخذوهم وغادي نضغط عليهم من نضغط الوسط ونضغط في الجناب بحال هكا، صافي. نحاولوا نصاوبوها بحال البابيو. كاينين ديك لي مود ديال السيليكون كديروا فيهم، ساهلين حتى هما، واللي ما متوفرينش غادي تخدموهم غابيت ديكم. ماشي بالضروره يكون عندنا لي مول باش نديروا اي حاجه، نقدروا نبتكروا من اي حاجه شي حاجه باش اللي عندنا في الدار باش نصاوبوا الشكل اللي بغينا. غادي ندير واحد الشريط طويل هكا قصير، نديروا الوسط وندور عليه ونضغط عليه من الجناب ويجيني باش يجيني على شكل بابيون، صافي. هو الشكل. انا غادي نحطهم نكمل على الحساب شحال من كاب كيك درتو وهذوك لي بوبسي كيك، صافي. وغادي نكمل على هذا الشكل، صافي. من بعد ما درت عليها لبستها عليها مزيان، كنبقى كنلصقها مزيان في الجناب، صافي، باش كنحس بانها صافي تلبسات ليها مزيان. غادي نقطعو هاد الزوائد هادو، غتجيو حتى للحرف هنايا وتقطعو، صافي. انا غادي صافي دابا كلشي واجد عندنا. هاد بابيون صاوبتها، سمحوا لي مابقاش عندي الوقت كاع باش نصورها، مرة أخرى إن شاء الله نديروها. إلا بغيتو تعرفو قولوها ليا في الكومنتير ونصاوبها على قبلكم، صافي. هاد الطبقة الأولى ها هي، والطبقة الثانية هي، أنا زينتها بقي بقا التزيين إختياري. أنا عاد نحتاج هاد لاباي، غادي ناخذ العبار ديال هذا العلو ديال هذا الكيك، وغادي ندير وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه، ندير خمسه هنايا ونحط فوقها الكيك، وغادي نزينها. وكيبقى التزيين اختياري باش ما بغيتو تزينو، المهم انا اقترحت عليكم اقتراحات وكنتمنى يعجبكم. خليكم معايا باش تشوفوا تتمه الفيديو.